البنات ها حنا بركي كنطيبوا هانتوما كيف ما كتشوفوا شوفوا رياض فين 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 جلستو ها حنا كنصايبوهم وقال لك السيدي باغي يدير تحدي بحال ديك المره قلت ليه يلا زيد المهم هو خدا هذه قال لك عزلت هذه فالخضره وداك الشيء ها هي وانا خديت هذه صافي ودابا طيبنا الماء ها هو ونديروهم فين بحال هكا حتى كيتسلق نو 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 ريحتي الناس هادي كندير فيها بزاف باسكو هادي ماشي بحال هادي هادي كطيب دغيا وهادي لا فوالا غنخليوها طيب بحال هكا هادي ما صافي ومن بعد غنديروا فيها هادشي انا كنت كنسحب راسي كنوريكم توريها يلا صافي اطيب ونبداو في التحدي السلام عليكم البنات كنتمنى تكونوا ان شاء الله على خير اليوم جينا بواحد الفيديو بعد غياب 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 ونديرو انا ولدي التحدي ياك نقول لهم سلام سلام انا جندي شوفوا حالتي يا البنات المهم الغياب ديالي هو انني خاتكم حامله بالابن الثاني ان شاء الله دعوا معايا يكون عندي بنيه هذا ما كان وكان اللحام صعيب وداكشي داكشي علاش البنات وقفت القناه ديالي هذا ما كان وسمحوا لي بزاف بزاف مهم قلت ندير ام بي فيديو رياض كيطلبني قال لك نديرو بحال ديك المره التحدي هو باغي يشري شي حاجه ب 50 اورو وقلت ليه نديرو التحدي ونشوفوا اللي غادي يغلب غادي ياخذها هذا ما كان وغادي نديرو انا ولدي ان شاء الله ونبداو نبداو يلا مزري لا سخون لا والو تقول يلا حار لا والو انت اللي عزلتي الحار انت اللي عزلتي الحار يلا نقول لهم بداو يلا قول عليهم بداو يلا نقول لهم جو يلا البنات ها حنا بدينا المهم انا بغيت ندوق ليه ديالو قالت لها تكون حاره بزاف حيت هو عزل الحاره دابا تشوفوهم في التصويره وغتشوفوا اللي عزل شوفي كيف كيكعه المهم يلا نبداو وليدي شي شويه غيقول لي خذ يا دواري هذا يلا نبداو باش تاخذ شي كوانتا تشري هذاك اللي بغيتي اوكي يلا ما تبقاش تسخن يلا بسم الله يس سخون بزاف يس اتي سخون شوف البنات حالتي كي وليت دازت ليا واحد شهرين ونص الحمد لله وغبت عليكم البنات سمحوا لي ولكن ان شاء الله جيل جديد لي ماني نو لي ماني نو ماشي مشكل نرجع حشومة المشاهدين غيضحكوا عليك هذا حلوين نضحكوا عليك بزاف السلام عليكم بنات شنو تديروا والو زعما يتفرجوا فيك مضيعين وقتهم تيتفرجوا فيك عندك ديالك انفورا بونا بونا حارة البنات شوفني انا كنسر بالي شوفي انا سر عندي رياض ما نعطيكش هادي الا ما كملتيش هو كيتفرج دوك دوك شناوا اللي كيبقاو يديروا دوك بحال شي كيبقاو يديروا هكذا كيقول لك ديما ديري ليا بحالهم ربحت حتى فلوس نو ما ربحتش حتى انت اللي غتربحهم فراسكم البنات انا ممنوعه عليا هادي اليوم خرجت سخون عادي خرجت على القوانين كما بحتش يا بنتي انا غنسالي وانت لا
يمكن انا عم سالون انت نو لا قول يا سالي انت يا بحي هادشي كيديرو بنين دو بنين تبتي يا بحي باقي كول احنا الناس باقي لنا النص هذا سربي باقي عندي انا عارفين ديال الرياض حاره الرياض عزيز عليا الحال اوه شد لي مسيالي مالي باش تسربي باش تربح يلا سير كمل يلا كمل يا بحي انا ما اذبحش يلا متغوتش ريان حارة هذا الله يبنت له حارة ويقول هو عزيز عليه يلا قربتي تسبقني كي عندك هذا انا عندي هذا انت لا تربح هذا بحالي باش تشري بها نشري فيها فلوس وراه هي فلوس اش تشري بها ها اشنو باش تشري بها هذيك اللي قلتي ليا اشري فيها طوبيس طوبيس ديالو عابي ما كنتيش بغيتي اللعبه كنتيش بغيتي هذيك اللعبه الاخرى يلا كول 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 قرب نكمل انا باقي 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 كملتي فوالا بنات رياض ها هو قرب يسالي نسوس حاخلة عرفتي اللي ربحتو انا صيح لي ليا هو دابا اللي بنقول عليا عرفتي اللي ربحتو انا مقفرة يا كوري ديالك كوري ديالك كول كول عرفتي جا حار مسكين زيد انا ما بغيتش حار بقات لك اونة باش تربح بقات لك اونة تروبو طربو مونا هي اللي بقى سهل ديري فيها الخضرة زوينة يلا يلا باش تربح لي ايا يعني حار لا جبتي حار ما كان جيني حار
باقي ديالي لا انت اللي ربحتي. المهم البنات بقى لي ها نتوما قال غير داك لاصوص وحار عليه بزاف مسكين بارك ياكل فيه عاوتاني تيشرب فيه. يس يس رياض رياض اللي ربح. يس شحال ربحتي؟ ربحت فلوس. ربحتي كوانتا ربح 500 درهم. ربحت هذا. ولا البنات ما نطولوش عليكم ربحتي كل شيء. كبيتي حل اخرى. صافي هذيك حاره رياض. ها حاره الحمد لله. انا درت ليا الفواقه من كريت هذوك شويه درت ليا الفواقه. ولا البنات راني قلت لكم الغياب ديالي عليكم وسمحوا لي بزاف يعني الظروف المرض هذا ما كان مره غادي نلوح لكم فيديوهات فوالا وعندي افكار تاهي زوينه غادي نبدا اللوحه ان شاء الله. هذا ما كان حبيبه ديالي وهذا هو التحدي انا ورياض وهو اللي ربح 50 اورو. ياك انت اللي ربحتي وقول عليهم يا هضر معاهم. دابا انا ربحت هذا بعد هذا واش غتشري بها؟ قول لي واش غنشري بها. لعاب غيشري بها غير اللعاب هو يا عز علي غير اللعاب ياك. يلا قول لهم بالسلامه البنات. لا ما بلاك وقولي مديروا لي اللايك. مديروا لي الدرايك لايك لايك ديني كوزي ديني اخيتي. يلا بسلام عليكم البنات وكنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وان شاء الله الى التحدي جديد او اي فيديو او شهيوة او هذه. دابا باقي ما كنطيب الشهيوات المهم باقي شوية مريضة تيفوتني الحال ان شاء الله وانا معاكم. مع السلامه.